أيها الأخوة، مرة أخرى نرى الضرورة الحق على أن نجتمع اليوم للتداول بما يتعلق بشؤون أراضينا والمحافظة عليها، وبقضية الضائقة السكنية الملحة التي يعاني منها أبناؤنا في قرانا. إن تاريخنا حافل بتمسكنا بأرضنا، بتعلقنا بها، بحفاظنا عليها. من عاشرنا وعاصرنا يعلم أن أحدا لا ولن يستطيع أن يخرجنا من أرضنا عنوة. نقف عند مبادئنا ونذود عن أرضنا وعرضنا وديننا، حتى لو كلفنا ذلك الغالي والنفيس على حد سواه. ونقف وقفة الأسود موحدين متعاضدين في وجه التحديات والعوارض والتحدي. إن الطائفة الدرزية جميعها موحدة بصدد هذا الشأن، القيادة الدينية إلى جانب القيادات السياسية والاجتماعية موحدة في الرأي، كلمتنا واحدة ورأينا واحد. إنه لمن دواعي الأسى أن نجتمع في هذا اليوم للتعبير عن مشاعر السخط والألم نتيجة الغبن والظلم الذي لحق بطائفتنا من سياسات حكوماتنا المتعاقبة تجاه الطائفة المعروفية في هذه الديار. إننا نقدم كافة الواجبات اتجاه الدولة التي نكون إحدى شرائح مجتمعها، حيث يقف على رأس هذه الواجبات التجنيد الإلزامي، رغم أن قطاعاً واسعاً من إخواننا اليهود معفيون من هذا الواجب، والذين ينالون من الحقوق أضعاف ما يناله نحن. هناك مقولة تؤكد أنه عندما يقف ولدي وولدك أمام الموت وجهاً لوجه، فكل ما يحق لولدك يحق لولدي أيضاً. إن لهذا البلد الفضل الكبير في نضالنا في جميع المجالات من سنة 90، يبقى كباقي قرانا، ولكن كانت العمود الفقري والجسر الرئيسي في كفاحنا من أجل تحصيل الحقوق. والكثار هون بيعرفوا إنه كل مجالسنا وكل قرانا نحترمها ونعتز بها، ولكن لمن كانت توصل يبكى كانت تفتح المعركة. وفي هاي البلاد الحق يؤخذ ولا يعطى، هذا شيء واضح. يا مشايخنا، أنا ما بدي أثير الأمور، ولكن مدحت وقائع حينما كنا في 92 مع كان الشيخ أمين الله يرحمه، وكان رؤساء مجالس محلية الأخ أبو معين وآخرين، قالوا لنا طلبنا في 150 مليون شيكل، قالوا لنا بيطلعكوش ولا ليرة. وكان في هذاك الفترة يعني السبب الأساسي إنه إحنا كنا غير منظمين. يما اتنظمنا وتوحدنا ووقف أمامنا رجال الدين وعلى رأسهم المرحوم الشيخ أمين طريف، وشبابنا ومشايخنا ورؤساء المجالس المحلية. وقف الشيخ أمين في القدس قال دولة تركيا حكمت وظلمت وانكسرت، والإنجليز حكموا وظلموا وانكسروا، وإذا دولة إسرائيل بدها تضرب هاي الطائفة راح يسيبها ومصاب غيرها. هذا حكي كبير يا إخوان، هاي مواقف مشرفة لقيادة الطائفة الدرزية. أنتم يودين ما التباريات إلي أنا شوميا لو رك بيشوفين الدرزية. זה מאוד דומה מה שאתה שומע בירקה ומה שאתה שומע באבו סנאן ובכפר יסיף ובמג'דל כרום. גם שם אותם בעיות של שטחי שיפוט מצומצמים, מחסור באדמות, תוכניות מתאר שמשום מה נתקעות בדרך, ואז אנשים בלית ברירה בונים בית בלי רישיון. זה לא שאנשים רוצים שהבית שלהם יהיה בלי רישיון,
אני עוד לא פגשתי בחיים שלי בן אדם שרוצה שהבית שלו יהיה בלי רישיון. אתם יודעים, האנגלים אומרים, ביתו של האדם הוא מבצרו. אבל שהמבצר בלי רישיון ויכולים להרוס לך, אף אחד לא נהנה מזה. אז למה אנשים בונים בלי רישיון? זו השאלה. אנשים בונים בלי רישיון כי אין להם ברירה. כי אין תוכניות מתאר, אין אפשרויות, הכל סגור, בן אדם צריך בית. והבעיות שאני נתקל פה מאוד דומות לבעיות שאני נתקל בהן ביישובים ערבים. هذا البلد العظيم ينتمي إلى الطائفة المعروفية، طائفة مع قلة عددها استطاعت بإبادها الراسخ وحكمة شيوخها وشجاعة رجالاتها أن تتغلب على غم السنين، على أزمات ومحن وملاحقات واعتداءات كثيرة، وأنجبت رجالات قادت وشاركت في الثورات والأحداث المصيرية في العالم العربي، أمثال المرحوم المناضل الكبير قائد الثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش، والمعلم المناضل الكبير كمال جنبلاط، والمفكر الكاتب والأديب شكيب أرسلان وغيرهم. وأن تثري هذه الطائفة تثري البشرية بقيم إنسانية وروحانية آمنت بها، حرية الفرد، العدالة الاجتماعية، المساواة في الحقوق، السلام بين الشعوب، كرامة الإنسان، حقوق المواطن، صدق اللسان، وحفظ الأخوان. وهم نعرف صدر لأبناء الطائفة الدرزية أكثر من بقية الأقليات العربية في إسرائيل. طبعا هاي مصر المحبة، بحبنا كثير. المواطن مهدد من أوامر الهدم الإداري التي بناها على أرض الآباء والأجداد. في ذات الكون أكثر من 900 بيت مهدد بالهدم. أخواني، هذا يحدث ليش عم يصير هذا؟ سؤال هذا السؤال، لأن احنا خارج التخطيط. وطبعا ذكروا قدامي بعض الاخوان انه هناك طبعا بسموه جلد الذات، وكانه المسؤوليه على المجالس المحليه السابقه والرؤساء الحاليين هم الابطال على حل المشاكل. هذا غلط. هي سياسه مبرمجه منذ قيام الدوله.